الله الرحمن الرحيم. تعالى يا لبغانية ما شفتكش. تعالى تعالى واكلك جوز يا عم الحاج. بتقول يا ابو يحيى؟ بنقول لك واكلك جوز. واكل السنارتين؟ ايه. يا سلام. يعني يبقى جعان. جاي جعان. جاي جعان انت كده وشك يا بنا. صدق يا عم. صدق عم سعد. ايوه ابو يحيى. بقى لي شهرين بندور على السمكه دي. يا عم هتاخد سمك ياما من هنا. ان شاء الله. باذن الله. اول سمكه بعد شهرين والله يا جماعه. لا باذن الله صاحبي ده هنا قاروص وهنا دنيس وهنا واه. الله اكبر الله اكبر. اتكل على الله يا حبيبي. والله اول سمكه بعد شهرين يا جدعان. يا حبيبي اتكل على الله هتاخد باذن الله. ان شاء الله. انت كده نزلت على النت صح؟ ايوه حاجه. لا لسه ان شاء الله هننتجه وهنعمله شغل. ماشي اما احلق بقى واظبط كده بنزل انا على النت بقى. ان شاء الله يا حبيبي. انا ومحمد كده احنا بنصطاد القاروص ان شاء الله يا حبيبي. والله العظيم بص القطه اضرب حبيبي يا حاج. حبيبي يا جماعه انا هنا في المكان دوت زي ما انتم شايفينه اهو. اللهم صل على الرسول يعني صلى الله عليه وسلم. اول سمكه بعد شهرين. اول سمكه بعد شهرين وسمكه حلوه يعني ما شاء الله. الله يرزقنا الخير يا رب. معلش بقى يا عم اشرف انا والله العظيم رنيت عليك لقيتك مغلق كنت عايزك تيجي. فالله كريم الله كريم ما شاء الله يا جماعه حته في الربعيات. ايوه حماه صباحو صباحو يا حماه. يلا حازلت انت كده على النت يا حمو. هتنزل يا عم ان شاء الله. الله يرزقك يا ابو حماد. طبعا يا جماعه الصيد هنا لازم يبقى معاك فلوكه. احنا في نص النيل بالظبط فرع الرشيدي يعني بيننا وبين البغاز او البحر ما يعادل مثلا 5 كيلومتر. يا نهار ابيض هي ناقصه المكنه لفت على الفاضي. يا دي الخيبه السوداء الشعر لف ومعي سمكه. الله اكبر اللهم صل على النبي. معايا الحمد لله الحمد لله. دنيسه وبامبرز دنيسه وبامبرز. الله يخرب بيت دي عند انا مفقوع عين سودا يا جدعان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. ليا زمان بنطلع نصطاد وربنا ما بيردليش بسمك. فليا اخ هنا في رشيد يعني قال لي تعالى انا ايه ظهر عندي سمك فقلت نيجي نجرب النهاردة. والله يا جماعة شهرين ما بناخدش سمك الحمد لله رب العالمين. دعواتكم بالله عليكم. النهاردة انا جاي طبعا مستهدف سمك الدنيس والقاروص وحنشان النيل بالجمبري الحي والدود المشرشر ومعايا طعوم تانية سردين وجراجولة. بس هو انا استفتحت على الدود المشرشر اتشجعت ان انا نعمل مقدمة. ان شاء الله يكون يوم جميل. انا في مكان جميل يا جماعة. عند اخويا وحبيبي عم سعد. صباحو 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 صباح ابيض. حبيبي جميل انا في ضيافه عم سعد النهارده. ان شاء الله يبقى يومنا جميل وربنا يرزقنا الخير يا رب. اللهم امين يا رب. ابو حماده قاعد جنب مني
بس هو على البركة المرمى بتاعه مجمع سمك عني. الله يرزقه الخير يا رب، الله يرزقه الخير، يستاهل كل خير. سبحان الله، الله أكبر، ما شاء الله، لا قوة إلا بالله، بالرغم إن إحنا جنب بعض يا جماعة. الله أكبر، الله يرزقك يا أخاك. اللهم صل على النبي، اللهم صل على النبي، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. خلاص خلاص ماشي. الله يرزقك ابو ده، الله يرزقك. طبعا يا جماعه انا هننهي الفيديو بتاعي على كده. انا كنت في صحبه النهارده اخويا حماده خطاء. حماده ما شاء الله ربنا رزقه بسمك. انا ما خدت السمك ياما النهارده، هم دينستين وحنش. انا بنحمد ربنا طبعا، انا بقالي شهرين عندي رصد جامد خالص، يعني لسه قاصر عين الشيطان النهارده. بس انا كانت رحلتي بادئه من المغرب يا جماعه، اصطدت كده لحد الساعه 11، وبعد كده دخلت بيت في العش ده، وجيت بعد الفجر كده كان في سمك الصبح، بس انا ما كنتش موفق يعني. حماده ما شاء الله ربنا كرم، وابو دهق حبيبي حبيبي احلى تحيه يا ابو دهق. ربنا يخليك ابو يحيى، وان شاء الله المره الجايه ربنا يرضيك، والمره الجايه ان شاء الله ربنا يرضيك اكتر واكتر ان شاء الله باذن الله. حبيبي وكفايه اللي انت جيت لنا بس. حبيبي ان شاء الله يا جماعه الفيديو الجاي هيبقى بصحبه ابو دهق ان شاء الله. ربنا يخليك، هنبقى قاعد جنبه ونصور الدنيا لكم ابو يحيى باشا. والله حبيبي حبيبي ابو يحيى، ربنا تحياتي يخليك. ليكم بقى، ما تنسوش طبعا تعملوا لنا لايك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم. السلام.